كمان النهارده زي ما حضراتكم شايفين اداره الفندق اللي كانوا بيقيم فيه فريقنا نادي الاهلي طبعا في ولايه بشار كرامه النهارده نادي الاهلي ورئيس البعثة خالد الدرندلي، وده طبعا زي ما انتم شايفين قدامكم درع تذكاري، ده طبعا يعني تعبيرا عن السعادة، سعادة إدارة الفندق ان نادي الأهلي كان بيقيم عندهم.